لا غلط والله مش عارفه. العمى شو هذا يا سيدي؟ نعم سيدي، هذا دليل جديد عند المتهم. يا متهمة شو هذا؟ شو هالأدلة؟ شو هوايتك جمع الأدلة أنت؟ مين كاتب لك الحكي؟ تمثيل بين النظرية والتطبيق، بين الواقع والفعل، بين الموهبة والدراسة، بين العصر والمغرب. تماما يا سيدي، بين العصر والمغرب. مرت سيارة من جنبي ما قدرت ميز لونها، حمراء ولا خضراء ولا سودا. فيها شخص بعرفه من أيام الابتدائي، وهو ممثل بالفطرة، وحلمه إنه يدرس تمثيل ويصير نجم من لما كان هالقد. وقفوا مدرسته من الشباك، أول شيء أنا ما عرفته، قال لي هاد أنا، ما عرفتيني؟ حاصله كتير انبسط لما عرفته وأصر إني زوره بمكتبه. الحقيقة أول شيء ترددت، يعني حسبت النوايا السيئة وقلقت من حكي العالم. بعدين قلت شو بده يصير يعني؟ سقفة ثلاثية بصرخة روح، فقلت بروح ورحت. كان المكتب بفندق 5 نجوم، وقال لي على فكرة هالفندق ملكي والملك لله. الحقيقة أنا اندهشت، ما بحبشت كتير بموضوع حلمه إنه يكون من كبار الدراميين بالبلد بمجال التمثيل طبعاً، وأنه يتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية ويدعمني أنا الدراما الفقيرة. أول ما قعدت طلعت لقيت شهادته معلقة على الحيط هالقد قدها، خريج معهد عالي للفنون المسرحية وبتقدير ممتاز كمان. شو هاد؟ ما صدقت عيوني، هيدا خطك دغري عرفته، هذا خط عميد المعهد موقع الشهادة. قلت له شو؟ أنت خريج؟ بصلي بصة عمري ما هنساها، وقال لي طبعا خريج. قلت له ليش ما عم تمثل؟ قال لي مين قال لك ما عم مثل؟ أنا بعد مسرحية التخرج بلش تمثيلي. في تاجر بيلبس له شخصية شايلوك وبيدي كل شيء، ومستثمر بيلبس له شخصية العراب يلي بإشارة مني بخفيه، ومسؤول بيلبس له شخصية الدكتاتور يلي اتصالاتي ممكن تشيله أو تخليه، معارض بيلبس له شخصية هيروسترات يلي حرق المعبد، وموالي بيلبس له شخصية جيفارا يلي بحبه لوطنه تخلد، وموظفة بيلبس له شخصية دونجوان وبقرب منها لوصل لمرادي. وضل يحكي ويقرب، يحكي ويقرب، يحكي ويقرب، لحتى صار هون، صار بمواجهتي. وأدركت إنه لابس لي شخصية فاوست، نفشته عني ولبست. لبست شخصية نورة وطلعت من بيت الدمية، لقيت حالي على الرصيف بلال العبيد. ويا غربة قولي للحجة قتلتنا الغربة، والممثلون يتراشقون الحجارة، وعدو الشعب معروف، وكيف تصعد دون أن تقع، والممثل هو الممثل، والممثل هو الممثل، والممثل هو الممثل. برافو برافو.